بصراحة مع باتريسيا هاشم. يمكن نجم الكوميدي إجا فاجأ الناس سلبا، بس ما بنفهم كيف سيرين عبد النور يلي ولا مرة أدت دور كوميك تكون بلجنة التحكيم في عدم انسجام باللجنة. كارلا حداد بعد النجاح الكبير اللي عملته ببرنامج Dancing with the Stars، رقص النجوم، عندها مشكلة اليوم بهذا البرنامج، حاسك أنه بس عم تكتفي بقراءة شو عم ينكتب لها، عم تحاول أنها تكون مهضومة، ما عم تزبط معها بصراحة. مهضومة كتير ملكة جمال لبنان فاليريا أبو شقرة يلي حضرت قداس عيد الفصح وهي حاطة وشاح ملكة جمال لبنان. هيدي كنيسة شو ما كان طابع الاحتفال بضل قداس وإله حرمته بصراحة. من الطبيعي ترد عليه أحلام وترد اعتباره. أنت فنانة عربية حربت كرمال لقب نجمة الخليج الأولى، بقى مش كل ما استفزك حدا تفقد أعصابك هيك ولو؟ بصراحة. كارمن لبوس معنا اليوم ببرنامج بصراحة. اللي شجعني لأفوت بتجربة كواليس المدينة، إذا بدك النص يعني النص تفزني. وبصراحة كارمن بهالمسلسل دور رنق ليلات ما في اجي قلك انا ايه، لانه هاي الايه يمكن تعمل لك مشاكل. فبين اكتشاف النجوم وبين الكليك وبين ثلاث اعمال بالسنه، فاخر شيء بيطلع انه عم بطلع بشغل بري، بيكون انا مثل ما عم بعيد يعني. يجي حدا انه الله يهديك وكنا منحبك صرنا منكرهك، انه بس تصيري تحسي انه هالقد في جهل بتخافي بصراحه. وسامحنا، اهلا وسهلا فيك معنا اليوم. بدي أقوله أنه مش مين ما طلع على التلفزيون ما عنده تاريخ وما عنده باك جراوند ينتقد. جوزيف عطية، أهلا وسهلا فيك ببرنامج بصراحة. صرت بمطرح مثل اللي عملنا تاندينج للأمور، كان في كتير أشياء لازم نعملها بعد زيادة وبدنا نعملها زيادة أنه نصور بعد أعمال والآخرين. طب جوزيف، من بعد ما غادرت ستار سيستم بصراحة، هل هالشي بيعني أنه ما بقى نشوفك بعيد بيروت؟ لو في خلاف أو في شيء كنت بقلك بصراحة. المسؤول بجهاز الإعلام والتواصل بالقوات اللبنانية ملحم رياشي، أهلا وسهلا فيك. بشير وسمير وعون في كل بيت تقريبا، في قوات وفي عوني، يا أم يا أخت يا خي يا بي، وعيشوا الصراع بغض النظر عن مين معه حق ومين ما معه حق، نتنافس بدون ما نحول اختلافاتنا لخلافات، وأكيد هيدا رح يكون نصر مش بس للمسيحيين، نصر كبير للبنان بصراحة. مع باتريسيا هاشم كل جمعة 5 المساء وبإعادة الأحد 12 الظهر على فيم أف أم.